شرحت بقى للكباتن خلاص قواعد اللعبه. اذا مباشره جاهزين ان شاء الله الى السؤال الاول. السؤال: ما عدد اوزان المصارعه في الاولمبياد؟ يا سلام على طول كده. يا كابتن ده انا درست المصارعه في الكليه و وبعدين ده تربيه رياضيه. بالظبط كده. اسكندريه. اسكندريه. ابو قير. وبعدين انا مدرس لي الدكتور محمد نبي الاشرم بطل مصر، وكان زميلي ودفعتي المرحوم الكابتن حسن حداد. مصارع مصر الكبير ورئيس الاتحاد المصري للمصارعه الله يرحمه. مظبوط. ففي المصارعه الدكتور نبي الاشرم كان بياكد علينا المعلومات الكتير قوي دي. بعد كل ده تقول غلط. لا ان شاء الله 10. 10. برافو عليك. برافو عليك. انا كنت خايف بعد كل اللي قاله ده يقول لي 9. لا ما ينفعش تلميذ الدكتور نووي الاشرم في المصارعه يعني. يبقى اول درجه للكابتن محمد نور. اللي بعد. ده مبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم. السؤال: متى أنشئ الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ على طول؟ على طول. بس في اختيارات يا كابتن مش كده؟ أديك اختيارات؟ ما كانش لازم تدوس بقى. لأن لو أنا قلت اختيارات اطفي بقى عند الكابتن الأول. اطفي عند الكابتن مصطفى. اطفي. أيوه. هقول اختيارات الأسرع هو اللي هيقول لو إيدك أخف. طيب. هل هي عام 1900 1904 1908؟ أربعة. 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 إن شاء الله. شكلها صح. شكلها صح. بس أربعة. على فكرة إحنا إيدينا لازم تبقى على الترابيزة. على الترابيزة مش سنة. شفت محمد حاطط إيده فوق. أنت محوط على الباص. عامل بريس كده. هو بيلعب كان كده برضه على فكرة. برضه. كنت مساك. انا كنت بلعب كان باك رايت ونص الملعب. وفي سنه جالنا مدرب الماني اسمه فارنر. فارنر طبعا. محي عثمان كان بطل في الموسم ده وكان هو باك رايت مهاجم. طبعا طبعا. فمحي بطل في الموسم ده فكان في مشكله زي منتخب مصر دلوقتي كده في حته الباك رايت. فهو جرب ناس كتير جدا في المركز ده. ما نفعش. كان عندنا مباراه مع المقاولين في القاهره. وقبل المباراه يمكن قبل المحاضره بربع ساعه ناداني، وانا الوحيد يمكن في الفرق اللي ما جربنيش في التدريبات في المركز الباكراي خالص، وقال لي انت هتلعب الماتش ده في باكراي. اوكي. طب يا عم انت ما قلتليش حاجه وما قلتليش وبتاع. ولعبت. لعبت وعملت مع كابتن ماتش هايل. طبعا. وكسبنا المقاولين في القاهره. وبقيت السنه كلها لعبتها باكراي. كملتها. اقرب مركز للباك رايت اذا حبيت هو اللي هو الهاف. بالظبط. هو اقرب. بس ما ينفعش الباك يلعب هاف. لا دي ينفع الهاف شوية. يلعب باك. لان انا كنت بلعب هاف في بداياتي. ونفس القصه دي فلاقوني ان انا ممكن العب بالذات في الماتشات الكبيره. كنا بنلعب في مسابقات الناشئين بلعب في نص الملعب. اوكي. ففي التصنيع جه فيه مدرب كابتن عادل طيم. فلقاني ان انا ممكن العب بكره كويس واجي من ورا كويس قوي. بالظبط. فبدات فيها. وتثبت. يمكن اول ماتش لعبت فيه كان اهلي ناشئين بين التصنيع اتخذت منتخب مصر. ناشئين. ايوه صح. ففكر الراجل ان انا العب في حته كويس. فانا فاكر محمد كان دايما يلعب هاف. ففي فتره وفترات في 85 86 حاجه زي كده راح لعب لعب الشمال. لعب باك رايت. باك رايت. فالحته دي كان بيعملها كويس جدا وبيهاجم كويس جدا. صح. فدي اللي فرقت. ممتاز. بقينا 1-1. تمام. اللي بعده. عالم ضيق. هو طبعا مش بالضروره اللي انتوا بتشوفوه ده يبقى هو السؤال، لكن بيبقى في كلمه او حاجه متعلقه بالسؤال. السؤال: ما هي اصغر قاره في العالم؟ حد عارف يدوس؟ مش عارف ادي اختيارات. عارف يعني. استراليا. قاره استراليا. برافو عليك. ايه الجمال ده. ما شاء الله. قاره استراليا هي اصغر قاره في العالم. بقينا 2-1. اللي بعد. وقسوه التن. الله، ما كانش ينفع تطولوها شويه. ها مش كده برضه؟ مش في كلمه هتبقى ناقصه ولا حاجه؟ لا 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 لا. مش لسه بادي على السؤال. لسه بادي. السؤال هنا: كم عدد الاحبال الصوتيه عند الانسان؟ لو مش عارفين ادي اختيارات. يا ريت ادي اختيارات. حدش داس يبقى ادي اختيارات. تمام. 4 احبال، 6 احبال، 8 احبال. يلا اي واحد يدوس خد فرصه ان انت تجاوب. اتفضل. 6 احبال. 6 احبال. ده مش مظبوط. يتبقى 4 احبال و8 احبال عندك. روح المغامره. قول.
جاوبت صح هتزيد كمان درجه تبقى 3، جاوبت غلط هسحب درجه من الاثنين هتبقى درجه واحده، فاضل لك 4 احبال و8 احبال. حاجه حغامر. اتفضل دوس. اتفضل. 4. برافو عليك. برافو. اصل 8 دي هيبقى عدد كبير قوي، الزول مش هيستحمل الـ8. انا قلت اختار الوسط. انا جبت لكم ليه ام كلثوم؟ ام كلثوم كان اقوى احبال صوتيه في العالم. الميكروفون كان بعيد عنها جدا. بعيد عنها بمتر وشويه. ده دلوقتي المطرب ولا بتاع بيحط الميكروفون جوه بقه. مش فاهم. ويقال انه في احد الحفلات سيده ام كلثوم من قوه اوتار صوتها كسرت والاحبال فرقعت الكربون اللي جوه المايك. يا فرقع من قوه ذبذبات الصوت. قال هذا الامر يعني. طيب شد حيلك، بقينا 3-1. اللي بعده. اي دمعه حزن. تعرف تقول بقيه الجمله دي؟ حتى نار الغيره لا. الله. لا 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 لا، ده انت حبيب بقى عليك، حبيب قديم. اسكندراني بيقعد على الكورنيش بقى وكده فمتعود يعني. لا انا كنت بحب عبد الحليم جدا. ومين جدا؟ مين عبد الحليم؟ الاغاني القديمه كابتن كلها من وقت ما انا كنت مثلا في المدرسه بالتحديد. كنا بنحفظها. بنسمعها طبعا. كنا بنكتبها عشان نحفظها. طبعا. وكانت بتنزل في الجرايد. وكنا بالظبط. وانا بذاكر كنت. لا وكان في برامج بنشتري حاجات كده في الكوبونات ومش عارف ايه مكتوب عليها الاغنيه بنحفظها. بالظبط. طيب السؤال، متى توفي العندليب عبد الحليم حافظ؟ لو حد عارف يدوس، مش عارف قد اختيار كمان. فضل. 76. 76 ده مش مظبوط. هنا هديلك 3 اختيارات، هذا حقك. لو جاوبت تمام، ما جاوبتش مش هخسر منك حاجه. تمام. 1977، 1980، 1982. 77، 80، 82. اتفضل دوس. مش فاكر. لا دوس، ما انت مش خسران حاجه، ما تخافش. 77، 80، 82. هو قال 76. 80 لا صعب. مش 80. 82 تقريبا. 82. ينفع انا اجاوب بقى؟ لا هم 77. بس مش هخسر منك. انا حاولت اساعدك. بس انا مش بعيد. سبعينات دي انا كنت صغير قوي كده يعني، كنا فاكرين. انا اعتقد ام كلثوم هي ال 76. هو قال 76 فانا حاولت اساعدك، قلت لك هو قال 76 وهو ما شاء الله شاطر. فكنت انت لقطت منه شويه. احنا قلنا حبيب بقى وكده فحافظ يعني. هو كابتن مدحت اعتقد ام كلثوم هي ال 76. مش متأكد. ممكن هي قبل عبد الحليم. طيب زي ما احنا كده، ام كلثوم 75. قبل. 75 قبل بسنتين. زي ما احنا 3-1. اللي بعد. اين نشأت رياضة السكواش؟ تفضل. انجلترا. في انجلترا. برافو عليك. برافو عليك. وتدعيما لاجابتك، هي نشات في القرن 19 في السجون الانجليزيه، لما كانوا قاعدين فاضيين المساجين عايزين فبيجيبوا اللي يحطوا الحيطه، بس كان بيلعبوها براكت بمضارب راكت. ده كان في القرن تحديدا 19. بقينا 3-2. السؤال اللي بعده. البحر. ما هو أكبر محيط في العالم؟ تفضل. الهادي. المحيط الهادي. برافو عليك. ما شاء الله. دي ريمونتادا جامدة جدا. برافو عليك. بقينا 3-3. ماتش جامد قوي، خلي بالك. والريمونتادا دي أحيانا بيقوم معدي على طول. بيعدي على ربنا يسهل. طيب اللي بعد. طبعا انتوا شايفين بنطلونات جينز، وكل الدنيا بتلبس بنطلونات جينز، ولاد وبنات، رجال وسيدات. هسهل الموضوع شويه، مش هقول لك مين اللي اخترع البنطلون الجينز، لكن هقول لك ما هي جنسيه مخترع البنطلون الجينز كده على طول. اكيد امريكي. اكيد امريكي. ده مش مظبوط. هنا هديك. انا ما جاوبش وكسبت خلاص المفروض. لا لا لا، لازم تجاوب. هديك هنا 3 اختيارات، بما انه هو ما طلبش اختيارات ولا انت طلبت. هو استعجل وجاوب. هديك ال3 اختيارات. هل هو
ألماني فرنسي إنجليزي، ألماني فرنسي إنجليزي. ده بسرعة على طول دوس ولا هحجب السؤال؟ اتفضل. ألماني فرنسي إنجليزي. إنجليزي؟ إنجليزي. ده مش مظبوط. هو حظك حلو إنه ما جاوبش. الحمد لله. هو ألماني. ألماني. اسمه ليفي شتراوس. ليفي شتراوس. الراجل ده سنة 1843 كان بيشتغل في المينا، وبعدين العمال بتوع المينا القماش ضعيف جدا، ومن كتر الاعمال في المينا والبحر والميه المالحه والبتاع مش عارف ايه، البنطلونات بتهلك بسرعه. فالراجل ده طلعت في دماغه ان هو ياخد القماش بتاع القلاع ويعمله بنطلونات. فالفكره بقت رائعه، عمل بنطلونات عن طريق واحد جنبه مصمم ازياء اداله الفكره وجاب له القماش، سوها استحملت جامد جدا. من هنا كانت البنطلون الجنس. اسمه ايه بقى الراجل بقى؟ ها؟ قطعوها بعد كده. انا مش عارف قطعوها ليه؟ انا مش عارف والله يا كابتن. الله ده هيجنني. ويقطعوها من هنا ومن هنا حاجه غريبه جدا. المشكله ماشي، يبقى موضه، يبقى حاجه شكلها حلو، ودي شكلها مش حلو. خالص. انا مش عارف ايه. جسمه جسمه باين. بالظبط. جسمه او جسمها. بالظبط. حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه جدا. احنا اي حاجه لازم. شتراوس ايه يا كابتن؟ ليفي شتراوس. ليفي شتراوس. ليفي شتراوس وده الماني الجنسيه. واخد الجنسيه الامريكيه بعد كده، لكن هو الماني الجنسيه. برضه امريكا ما سابتوش برضه. ما سابتوش. طيب. يبقى اخد نص بقى عشان الامريكي. ها؟ يبقى ناخد نص عشان الامريكي. عشان الجنسيه. احنا ما زلنا 3-3. السؤال اللي جاي يا جماعه اغنيه. وانا جايبها بمناسبه المولد النبوي الشريف. تمام. لليلى مراد. في كلمه هنسكتها لليلى مراد. طيب. اللي يعرفها يحجز. تمام. ما يستناش لما نرجع. اه. يحجز. واضحه؟ تمام. يلا يا احمد. الكابتن نور حجز، اتفضل. هنيالكم. هنيالكم. انا قلتها على فكره، انا قلت هنيالكم بس ما دوستش. لا، ما انت لازم التوافق العضل العصبي. انا قلت هنيالكم. برافو عليك. بقينا 4-3. فاضل سؤال واحد. السؤال اللي جاي ده يعني حاجة تمثيلية كده، افيه برضو في كلمة متسكتة، خلي بالك بقى المرات. تمام تمام. لو عرفتها دوس. تمام. لو جاوبت هنبقى 4-4، هديكوا سؤال فاصل. تمام. لو هو اللي جاوب يبقى مليون مبروك عليه. بسيط. يلا يا احمد. ناشون. قول تاني. ناشون. يعني بعد ما كنت عارفها؟ لا وحياة النبي كنت عارفها. انا بتفرج عليه 100 مرة الفيلم اصلا. طب ما دوستش ليه؟ مفيش مشكلة. سرحت معاه. ما نتعشى سوا من نور بعد ما نطلع، مفيش مشكلة. بتاع الاسري وعبد السلام النابلسي. لا لا لا. خارج نطاق التقييم. طب انت قلت الاسمين دول، عارف الاسمين دول لا ماتوا ازاي؟ يعني فوق الفقر. أصابه العمى. فتح الأسري. الأسري وتوفي وهو مفلس. أيوة. وعبد السلام النابلسي أعلن إفلاسه وجات له حالة نفسية واكتئاب وزينات صدق، يعني بتكلم على الكوميديانات. عشان كده لازم كل بني آدم يعمل حساب بكرة. بالظبط. يعمل حساب بكرة. بالظبط بالظبط. وأنت ما عملتش حساب بكرة. الحمد لله. فاز كابتن محمد نور على كابتن مصطفى ابو الدهب. لا ما انا عارف، انا ببص لك عشان اشوف تعبيراتك. لا لا طبعا مش مصطفى ابو الدهب. 5-3. ها؟ 5-3. مدحت شلبي. ضربات ترجيح دي. النهارده كام يا جماعه؟ 14. لا بناخد تاخير حلقه. 14. 10 20 21 ميلاديا. هتحتفظ بيها ولا هترميها ولا هتزرع؟ لا يا كابتن، انا هحتفظ بيها مدى الحياه. الحلقه اللي جايه نساله عليها. عليها الحلقه اللي جايه نساله على ده عليها توقيع الكابتن مدحت. ما ينفعش تتصرف. بالظبط. مبروك مصطفى، شرفت ونورت. اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن نور، شرفت ونورت. ربنا يخليك كابتن مدحت. مبسوط جدا كنت مع حضرتك النهارده. انا كمان. وكابتن مصطفى بقى لي فتره فعلا ما شفتوش، كان وحشني. حبيبي. فالحمد لله. النهارده ما شاء الله حتى سكندري ومصري وكسبت حاجه جميله. نشوف حضراتكم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.